الحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا بعد التعادل ان احنا نقدر نرجع المباراه تاني ونقدر ندخل فيها، والحمد لله ان الجول الثالث جه بسرعه ما عادش فتره، وده اللي خلانا نزيد الرابع والخامس. ان شاء الله الماتشات اللي هي ورا بعض ما تاثرش علينا وعلى فورمه الفريق، ربنا يسهل. احنا دلوقتي عندنا الماتش ده خلص، نفكر في الماتش اللي جاي كمان 3 ايام، ربنا يوفقنا ان شاء الله ان احنا نقدر نحضر ليه. سيرتو الجارديانات ان شاء الله دايما يبقوا فورمه ويعاونوا الفريق. والله الحمد لله احنا شفنا النهارده زياد عمل تقريبا زوز براد او ثلاثه من احسن ما يمكن في وقت حافظ فيه على النتيجه للفريق. ان شاء الله دايما يا رب نلاقيهم فورمه سواء زياد ولا سواء ايمن، وعندنا كمان جولين حموده الشطي ووليد كريدان دايما داخلين معاهم في المنافسه. ان شاء الله اتمنى من ربنا ان دايما يبقى الجارديانات في النجم الساحلي على المستوى اللي الناس كلها تامل.